بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بحضراتكم في المحاضره 12 من دبلومه التحكيم التجاري الدولي، ونحن لازلنا بصدد دعوه بطلان حكم التحكيم واثرها على وقف تنفيذ احكام التحكيم. نظمت هذه الدعوه بموجب الماده 57 من قانون المرافعه، من قانون التحكيم التجاري. انا بعتذر. طيب، مادة 57 وضحت لي جزئية في غاية الأهمية في هذه الدعوة. هو هل شرط رفع الدعوة يوقف التنفيذ؟ لا، لا يوقف التنفيذ. أمال أنا ليه لما حبيت أطلع صيغة تنفيذية تلاشيت رفع الدعوة؟ يعني أنا بستنى 90 يوم، والتسعين يوم ده هو تاريخ رفع دعوى البطلان. فخلال التسعين يوم ده إذا ما ترفعتش من الإعلام أنا بطلع صيغة تنفيذية. طب افرض التسعين يوم دول عدوا والدعوة اترفعت خلال التسعين يوم، بعد التسعين يوم أنا ممكن أطلع صيغة تنفيذية وممكن أبدأ في إجراءات التنفيذ، وممكن تترفع الدعوة بعد مدة التسعين يوم. طب ليه؟ أو إيه الحكمة من ده؟ الحكمة من ده لما نص عليها المشرع إنه أعطى فرصة للمحكمة التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم في إصدار حكم مؤقت ومستعجل، وشرط أن يكون مطلوب بناء على طلبة المدعي في دعوى البطلان، وأن يذكر في صحيفة دعوى البطلان، أن يطلب من المحكمة القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم بشرط أن يبدى من المدعي وليس للمحكمة من تلقاء نفسها. ثانيا، أن يكتب هذا الطلب في صحيفة دعوى البطلان ولا يقدم مستقلا للمحكمة. أن يكون الطلب مبنيا لوحده على أسباب جدية ووقتية ومتعلقة بوقف التنفيذ، كأنها محكمة إشكال، كأنها بتنظر إشكال ولا تمس للموضوع وإنما تتعلق به، ويمكن أن توقع أضرار جسيمة في حالة التنفيذ لا يمكن تداركها بعد إجراءات التنفيذ، زي حالة وقف التنفيذ أو انسحاب أثر التنفيذ إلى ما قبل إجراءات التنفيذ الواردة لسلطة محكمة النقض في الأحكام المدنية. إن أنا ممكن أطلب وقف التنفيذ من محكمة النقض، فوقف التنفيذ اللي بيصدر من محكمة النقض بعد تمام إجراءات التنفيذ ينسحب أثره إلى ما قبل إجراءات التنفيذ. يعني أنا باخد الحكم صيغة تنفيذية وأروح أنفذ على اللي نفذه عليا واسترجع مقامه بتنفيذه، وللمحكمة سلطة تقديرية في هذا، وأن يكون حكمها هذا حكما تمهيديا قبل نظر الموضوع، على أن يتم نظر الموضوع وبحثه، ثم عدم زوال الدعوة الأصلية ببطلان حكم التحكيم لأي سبب، وده شرط مهم، كالتنازل أو الترك أو الرفع بعد الميعاد. ممكن ترفع بعد الميعاد طبقا لامتداد المواعيد ومواعيد السفر وغيره، أو لعدم وصول الإعلان، أو للإعلام فيه بشكل متأخر. ليه؟ لأن بعض الناس تحسب 90 يوم من تاريخ حكم التحكيم، من تاريخ الإعلان بحكم التحكيم. طب ما هو كان حضوري، حتى لو كان حضوري، ده طبقا للقانون. والحكم برفض الإشكال في وقف التنفيذ يمنع المحكمة من القضاء به مرة أخرى. بعض الناس بتتجه لعمل إشكال في التنفيذ، والإشكال ده قصة برضو هنتكلم عليها. وإن كان الإشكال في التنفيذ ليس من الأسباب المؤدية لوقف تنفيذ حكم التحكيم، مش من أسباب، يعني حتى لو استشكلت المفروض الحكم ما يوقفش، وإن كان المحضر في بعض الحالات بيوقف إلا أن محكمة الإشكال بتدي رفض الإشكال، لأن محكمة الإشكال غير مختصة بنظر الإشكال على حكم التحكيم. إن كان هيبقى فيه اختصاص هيبقى الاختصاص للمحكمة التي أصدرت الصيغة التنفيذية،
وبالتالي الإشكال بيبقى تم على غير ما هو منصوص عليه في القانون. طيب يبقى أنا لو صدر قرار فرضا بإشكال بوقف تنفيذ حكم التحكيم من الجهة المختصة أو بأمر من رئيس محكمة الاستئناف بوقف التنفيذ مؤقتا، يمتنع على محكمة التي تنظر دعوة بطلان حكم التحكيم أن تقضي مرة أخرى في هذا الأمر. طب أنا هرفع دعوة ببطلان حكم التحكيم ووقف تنفيذ أحكام التحكيم، إيه هي أسبابي أو أسانيدي؟ دي مشكلة لم يعالجها المشرع في قانون التحكيم 27 سنة 94، ولم يوضح أسباب محددة للبطلان أو لطلب وقف تنفيذ أحكام التحكيم. لكن اتفاقية نيويورك لسنة 58 والخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم حددت بعض الشروط التي ألجأ إليها لوقف تنفيذ أحكام التحكيم، وهي على سبيل المثال: أولا عدم أهلية أطراف اتفاق التحكيم وفقا للقانون الواجب التطبيق، فاقدين الأهلية طبقا لقانون الدولة أو لقانون أو لقوانين الجنسية أو لقوانين المتعلقة بمكان إجراءات التحكيم، أو عدم صحة اتفاق التحكيم طبقا للقانون الذي اختاره أطراف النزاع. فاكرين لما قلت إن اتفاق التحكيم يشمل القانون الواجب التطبيق؟ اثنين، أطراف التحكيم الذي صدر حكم التحكيم بعد الطرف اللي صدر حكم التحكيم ضده لم يبلغ بشكل صحيح، لم يبلغ بشكل صحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم، أو لم يكن بمقدوره أن يبدي دفاعه. يعني ده مش سبب لرفع الدعوة فقط أو للاستئناف، ده سبب لوقف تنفيذ الحكم، سبب لوقف تنفيذ الحكم من الطلبات التي تبدأ لوقف تنفيذ الحكم. إن الحكم انصب على خلاف لم يرد الإشارة إليه في مشارطة التحكيم، ده سبب لوقف تنفيذ الحكم، ومن ثم القضاء ببطلان. وقف التنفيذ سلطة تقديرية للمحكمة أن تتلمسه من ظاهر الأوراق إذ قد تقضي ببطلان حكم التحكيم، فمن الأولى أن يوقف تنفيذه، ده من الأسباب الجوهرية. واحنا اتكلمنا في الجزئية دي لما قلنا ان انا ممكن احدد في شرط او مشارطة التحكيم اختصاصات المحكم في انه ينظر النزاع من حيث كذا وكذا وكذا، ومن النواحي التانية ما تنظروش، او اذا حدث كذا وكذا وكذا لا تكون مسؤولية الاطراف، او ان الاطراف دوت غير مسؤول او غير ملزم بالتعويض. هنا تغل سلطة المحكم عن نظره، فاذا امتد المحكم ونظر هذه الجزئية واستمر الاطراف معه لا تعتبر إرادة صريحة أو إرادة ضمنية في أنهم موافقوا. ليه؟ لأن ده تم بدون كتاب وبدون موافقة صريحة، وبالتالي احتجاج الطرف في أن التحكيم انصب على جزئية لم يرد الاتفاق عليها لتكون هي موضوع التحكيم أصبح في بطلان في حكم التحكيم. طيب، وأن الحكم تجاوز ما نص عليه في مشارطة التحكيم، دي مسألة مهمة، الحكم تجاوز ما نص عليه في مشارطة التحكيم، خرج عن حدوده، خرج عن سلطاته. رابع حاجة، تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته لا تتطابق مع ما اتفقت عليه الأطراف أو قانون الدولة التي جرى التحكيم فيها في حالة عدم وجود بين الأطراف على ذلك. يعني لو الأطراف لم يكن قد سبق واتفقوا على تشكيل هيئة التحكيم أو عدده أو اختصاصهم أو طبيعتهم أو طبيعة عملهم أو تصرفهم أو طريقة نظرهم للدعوة أو حقوقهم أو التزاماتهم، قد يكون سبب لبطلان حكم التحكيم. وأنا فرقت بين الأسباب اللي قد تكون سبب لوقف التنفيذ ويترتب عليها البطلان،
واسباب لا يترتب عليها وقف التنفيذ وانما يترتب عليها البطلان فقط. والبطلان في حد ذاته ينسحب باثر رجعي لما سبق وان تم تنفيذه. وان الحب ده سبب خامس، ان الحب اصبح غير ملزم او مبطل او باطل او اوقف العمل به من الدولة. يعني الحكم بطل بموجب حكم او ابطل او الحكم نفسه باطل او وقف تنفيذه من الدولة. ازاي حضرتك تيجي بعد كده تقول انا عايز انفذه او انا بحتج بيه؟ هذا سبب رئيسي لوقف تنفيذه وللقضاء فيما بعد بوطلة. هذه كانت باختصار اسباب دعوى التحكيم وشروط رفعها والاحتجاج بها. كان مع حضراتكم الدكتور وليد وهبي. شكرا جزيلا.